ياسين، انا وصلت الريستوران اللي انت بعتلي اللوكيشن بتاعه، بس انا استنيتك كتير وانت ما جيتش، وكمان مش بترد، فمن فضلك يعني بقى كلمني طمني عليك بس. باي. ايه رايك؟ حلو؟ عجبك؟ لطيف. اوكي. انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا اتفضل. هو انا دمي تقيل قوي كده؟ لا خالص. طب ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. هي دي شخصيتك ولا انت في حاجه مضايقاكي اليومين دول؟ هي شخصيتي كده وانا مش مبسوطه، واه عندي مشاكل اليومين دول، وما تسالنيش ايه. اوكي. بس الحقيقة انت جد قوي، ويعني تقريبا ما بتبتسميش خالص، وانا حابب نبقى اصحاب، وفي صوره رسمها لك في خيالي مش عايز اخسرها. ما هو ده عشان يحصل لازم اخرج من الحاله اللي انا فيها. طب تسمحي لي اساعدك واخرجك من الحاله اللي انت فيها دي؟ اتفضل. يا ريت. حلو، يبقى تسيبي لي نفسك خالص. سيب لك نفسي بتاع ايه؟ هو انتوا بجد ما عندكوش غير الكلمه دي؟ عاوزين كل حاجه على الجهاز، مش عايزين تبذلوا اي مجهود؟ معلش انا اسفه، لازم ارد على التليفون. يا ريت. الو. اي حبيبتي قولي لي. بره؟ بتركني. لا لا لا، تعالي تعالي. اوكي ماشي، باي 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 باي. معلش انا اسفه جدا، بس في واحده صاحبتي بره وانا بصراحه مش عايزاها تشوفني معاك. ليه؟ وانا في ايه؟ لا 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 ولا حاجه، بالعكس، بس هي بره وداخله دلوقتي، وانا انا اسفه قوي. معلش ممكن تمشي؟ اوكي لما تخلصي كلميني، مش مشكله. اوكي اكيد. يس خلاص حضرتك، يعني ممكن تمشي. اوكي اوكي اوكي. باي 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 باي. محمد، معلش ممكن تشيل الحاجات دي؟ شفتي؟ ايه؟ ما لحقتش البنك. اوكي معلش.